والخلق جميعا في يده فلو ساعة ولو
حكم في جد بيد حكما ثم انتسجت بالمنتسج فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعالج شهدت بعجائبها حجاج قامت بالأمر على الحجاج قامت بالأمر على حجج وقدت بقضاء الله الحق على مركوزتها وإذا انفتحت أبواب هدى بعجل بخزائنها والجي وإذا حاولت نهايتها فاحضر بذاك من العرج فاحضر بذاك